أصدر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قراراً بمد فترة تقديم طلبات توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتي لمدة تنتهي يوم 8 يونيو المقبل. كما تضمن القرار بنداً ينص على ألا تزيد مساحة وحدة التخلص من المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتي عن 130 متراً مربعاً، علاوة على مساحة 50 متراً مربعاً لتشوين مستلزمات وحدة المكمورة. ولهذا الموضوع هاتفيا بينضم إلينا الدكتور محمد فاروق، رئيس الإدارة المركزية لتحسين البيئة وكفاءة الطاقة بوزارة البيئة. بالطبع دكتور محمد، أهلا بك لهذه النشرة وعلى شاشة أون لايف. أهلا بك فندم. نفهم كلمة أو جملة توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم بداية دكتور محمد. هو طبعا المكامير بتاعه الفحم طبعا كان دارج زمان ان هم بيحفروا حفره بيدفنوا فيها المخلفات الزراعيه وبعدين بيطلع منها انبعاثات علشان يحولوها للفحم، فبيطلع عنها انبعاثات وبتلوث الهواء بشكل كبير يعني. فدلوقتي في تكنولوجيات، احنا دخلنا تكنولوجيات جديده لعمليه المكامير ان هي الافران وافران مطوره بيبقى قياس للانبعاثات اللي خارجه منها بحيث ان بيبقى في كفاءه في عمليه الحرق وتقليل لكميه الانبعاثات ببساطه يعني. نعم. تقليل لكميه الانبعاثات اللي هي بتطلع وبتبقى محكمه واندر يعني تحكم بشكل معين يعني. طيب، وبالتالي مد فتره تقديم الطلبات توفيق الاوضاع كان لماذا؟ كان سببه ايه؟ هو الحقيقه احنا طبعا اعتمدنا اربع نماذج للمكامير. أربع نماذج للمكامير بتاعة الفحم بحيث إن احنا عملنا عليها الدراسات وعملنا عليها القياسات وتأكدنا إن عملية الانبعاثات اللي خارجة منها بتبقى انبعاثات محكمة ومفيش انبعاثات، مفيش تلوث زي اللي كان حاصل يعني، أو طبعا تقليل عملية الانبعاثات لأقصى قدر ممكن. أصحاب المكامير مش يعني بفترة بتاعة اللي احنا كنا مديناها لهم الفترة اللي قبل كده علشان يشوفوا الموضوع، وكنا بنبحث ليهم لمجالات التمويل، تعاقدنا مع الصندوق الاجتماعي وتعاقدنا مع جهات اخرى منحه بحيث ان هم يقدروا يحصلوا منها على تمويلات كفايه بحيث ان هم يطوروا المكامير بتاعتهم. وطبعا قفلنا باب التصدير بالنسبه للفحم نهائي للمكامير اللي هي مش مطوره، او علشان طبعا يبقى في تحت السيطره. نحن لدينا كم لعلم هو مفردها مكمار، او يعني كم مكمار لدينا من الفحم هنا في مصر؟ وهل جميع اصحاب المكامير دكتور محمد يعني بينصعون لهذه المعايير؟ هو العدد الحقيقه مش في بالي، بس طبعا العدد كبير يعني، العدد بتاعت المكامير بتاعت الفحم كبير، في مناطق اصلا بتبقى قايمه على هذه الصناعه. السبب ان طبعا ان هم هيتجهوا ناحيه التطوير لان التصدير ممنوع لغير المكامير المطوره. فبالتالي اصبح ان هو لازم يطور علشان يسمح له بالتصدير، وسوق التصدير طبعا هو سوق كبير اللي بيقدر ياخد منه عائد مادي كبير بالنسبه لاصحاب المكامير. نعم، لماذا لا تزيد المساحة عن 130 متر مربع دكتور محمد؟ هي الحقيقة المساحة كانت 130 علشان طبعا نحافظ على رقعة الأرض الزراعية، وغير مسموح إنه يعمل مكمورة في مكان جديد. المكامير اللي موجودة واتعمل لها مسح واتعمل للأماكن وكل حاجة علشان طبعا نحافظ على مساحة الأرض الزراعية. تاني حاجة، هو ده المساحة اللي تم في خلالها الحساب بإن احنا نقدر يعني المساحه دي هي اللي اتعمل ان هي دي فعلا المساحه اللي يقدر يكون مكموره في المكان ده ويقدر ويحصل على تخزين. في طبعا شويه انا الرقم ده يعني انا مش متاكد بالظبط، انما هو موجود في الخبر. ايوه طبعا. في بعض المكامير طالبه بزياده هذه المساحه بخصوصا المكموره اللي هي بنظام الصوبه، بس هو لغايه دلوقتي هي المساحه اللي احنا اتفقنا معاها مع وزاره الزراعه واتفقنا معاها مع التنميه المحليه هي 130 متر.
نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية لتحسين البيئة وكفاءة الطاقة بوزارة البيئة، شكرا ليك يا فندم.